كيف تنطلق من فكرة إلى مشروع تجسده في أرض الواقع؟ ما هي أهم المهارات التي يجب أن تكون لديك؟ والعديد من أسئلتكم التي سنجيب عنها اليوم معي خبيرة في التسويق الإلكتروني، سأعرفكم عنها بعد حين. معكم نور إبراهيمي، تعرفونني أكثر تحت قبعة السفر أو travel blogging، لكن ما لا تعرفونه هو أنني قبل 5 سنوات أطلقت فكرة مشروع عبر الإنترنت، مما خولني من شراء معداتي للسفر وأن أصبح full time travel blogger أو مدونة سفر بدون من كامل. اليوم معي سارة رفاعي. مرحبا سارة وشكرا لقبولك الدعوة. مرحبا نور، اول شيء شكرا كثير كثير لاستضافتك بهذا الفيديو، جدا سعيده موجوده هون معك لحتى نجاوب على الاسئله قد ما فينا نفيد المشاهدين اليوم بالمعلومات اللي عنا اياها. قبل ما نبلش خليني اعرف عن حال المشاهدين. اسمي ساره رفاعي، مختصه ببناء العلامه التجاريه الشخصيه على السوشيال ميديا، صاحبه شركه تسويقيه كوكونات ميديا هون بكندا، وكمان مؤسسه دوره اكاديميه انستغرام يلي فيها بعلم كيف ممكن نحول المتابعين الى زبائن عبر السوشيال ميديا. وهلا خلينا نبلش بالاسئله مع نور. سارة، أكثر سؤال يطرح علي أو يتكرر هو: هل من الصعب على شخص أن يبدأ مشروع اليوم، يعني في سنة 2020 أو في السنوات القادمة، علما بأن العديد من الأفكار طبقت والعديد من المشاريع تخلق كل يوم، فما رأيك في الموضوع؟ هلأ ما بدي أقول صعب الواحد يبدأ مشروع بسنة 2020 أو 2021 بدون خبرة، بس دايما أكيد أكيد المفضل الواحد يكون عنده خبرة. ليش؟ هلأ حاحكي عن خبرتي الشخصية أنا كيف لحتى وصلت لمرحلة أنه أسس شركتي التسويقية. من خلال البزنسز يلي قطعت فيها يلي فتحتها، أول وحدة فتحتها بسنة 2016 وكان بمجال أنه توصيل الأكل، كان دليفري أكل صحي. هلأ بما أنه أساساً ما كان عندي ولا بزنس فتحتها، بس اكتسبت خبرة منها، والخبرة كمان جزء منها كان إن كان كيف واحد يدير البزنس وبنفس الوقت كيف يدير السوشيال ميديا. لما انتقلت لعالم الإيكوميرس وفتحت متجر إلكتروني، كمان نفس الوقت كان في مجال السوشيال ميديا موجود فيه، وكمان عرفت كيف أنه الواحد ممكن ينجح بمتجر إلكتروني. فكل بزنس فتحته علمني أو خلاني اكتسب هذه الخبرة أكثر. بنفس الوقت أنه لما لقيت حالي أنه عم بحب أكثر مجال السوشيال ميديا، ما حبيت دغري فوت بتجربة أنه أفتح شركة تسويقية لحتى ما أكون متمكنة 100% من خطواتي. بمعنى إجت فترة لكم شهر عملت فريلانسينج، بنفس الوقت أنه كنت عم أقدم الخدمات تبعي مجاناً لبعض المعارف اللي بعرفها، يعني الأشخاص اللي كانت حابة تفتح متجر إلكتروني أو تروج لحالها على السوشيال ميديا أو تحط محتوى على السوشيال ميديا، حبيت انه اعطي هيدا السيرفيس مجانا لفتره لحتى من خلالها بكون عم بتعلم واكتسب الخبره، اعرف شو الاخطاء يلي ممكن بعد ارتكبها، كيف اصلحها، خاصه بمختلف مختلف المجالات، يعني كل صفحه كنت استلمها مش كلها متشابهين، سو لحتى اعرف اخذ افكار بعد اكثر. شخصيا اتفق معك في هذه النقطه، وربما اريد ان اضيف اضافه صغيره وهي جانب التطوع او الفولنتيرينج. الكثير من الشباب الذين يدرسون في الجامعه يهملون جانب التطوع، خصوصا في النوادي الجامعيه او الجامعات، علما انه يكتسبون خبره كبيره جدا في عده مجالات. طيب سارة، سؤال ثاني هو شيء مر به العديد من الاشخاص في فتره ما من حياتهم، وهو الخوف من الفشل او السيلف داوت، يعني عندي فكره ولست متاكده هل ستنجح هذه الفكرة أم لا، فكيف يتخطى الأشخاص خوفهم من الفشل ويخطو الخطوة الأولى؟ هلا انا شخصيا ما بحب استعمل كلمه فشل. ليش؟ لان بعتبر الفشل هو درس لنا حتى نتعلم منه شو الغلط يلي عملته. يعني اذا بدي اعطي مثل لحالي، انه انا اول بزنس فتحته بال2016 لو ما فشلت فيه بالبدايه ما كنت عرفت شو لازم اصلح. يعني باول كم شهر من البزنس في اشياء ما كنت اعرف اداره الاعمال، ما كنت اعرف كيف اتحكم بالسوشيال ميديا يلي خاصه طبعا ببزنس، ففي اشياء كثير ما كنت اعرفها، ولو ما فعلا عملت الغلط فيه ما كنت عرفت شو الطريقه الصح، ان كان تقني، ان كان اشياء تقنيات الانستغرام، إن كان إشي خاصة بالحسابات تبع الشركة، إن كان كيف واحد يدير فعلا التيم الفريق تبعه بالشركة. هدول كلهم لو ما عملت الغلط ما كنت بعرف شو الغلط وشو الصح. نفس الشيء إذا حاليا هلأ حدا عنده فكرة، إذا ما تجرى وأخذ أول خطوة ما رح يعرف إذا فعلا فكرته رح تمشي أو ما رح تمشي. إذا أنا كنت كل يوم عم فكر أنه حابب أعمل هذه الفكرة، حابب أطلع بهالفكرة، بس ما بعرف إذا بتنجح أو لا، أو حاط هذا الخوف، هذا الشيء طبيعي. بس إذا ما أخذت أول خطوة وتجرأت وعملتها ما رح أعرف إذا فعلاً عم فكر فيه صح ولا غلط.
مرة أخرى سارة نتفق معك أنه لازم نتقبلوا فكرة النجاح كما لازم نتقبلوا فكرة الفشل، لكن الفشل ليس أمر سيء لأنه راح يقربني خطوة أكثر من النجاح، وأيضا الفشل هو اللسن وكيف سنعرف إذا كانت الفكرة ستنجح أم لا إذا كنا لم نجربها، فهذا يقطع الشك باليقين. أنا شخصيا أتذكر أنه في البداية تاعي كان عندي شك كبير، يا هل ترى الفكرة ستنجح أم لا، لكن اليوم بعد 5 سنوات كل ما تجيني فكرة نحب نطبقها أو فكرة مشروع نطبقها، إذا نجحت الله يبارك، إذا ما نجحتش ننطلق إلى الفكرة اللي مراها. النصيحة هي لكل شخص هلأ خوفين من الفشل أو من فكرة أنه ما يكون عنده النتيجة اللي هو متوقعها، أول شيء حضر حاله نفسياً، بنفس الوقت أنه الفشل منه عيب، بالنهاية الفكرة اللي أنا عم بعملها أو الطريق اللي أنا رايح فيه هو لنفسي أنا مش كرمال حدا، فإذا أنا شخصياً متقبل فكرة أنه إذا عملت خطأ مستعد صلحه، ساعتها رح تكون يعني فيني أقول إنه الأمور على ما يرام، ما رح تكون هالمصيبة الكبيرة. لما يكون واحد عنده هالopen mind إنه إذا فشلت منه عيب، الفشل منه شيء عيب، منه شيء غلط، بالعكس هو شيء لحتى يعلمنا. طيب سؤال ثالث هو ما هي أهم المهارات التي يجب أن تكون لدى الشخص لكي ينطلق في مشروعه؟ هلأ بالنسبة للمهارات فيني أقول هذا الشيء بيختلف من مجال إلى آخر، بس يلي فيني أقول أول شيء إنه كل شخص صاحب عمله هو صاحب البزنس تبعه، أول شيء المهارة اللي لازم هو يكون عنده إياها التسويق، بمعنى مش أنه يكون بالضرورة يكون موجود على السوشيال ميديا يعمل إعلان أو كل شيء، لا، بمعنى أنه أنا شخص صاحب بزنس إذا أنا بنفسي ما عرفت أحكي عن المنتج أو الخدمة اللي أنا مقدمها ما فيها بس شركة تسويقية أو مين ما كان عم يهتم بالتسويق يعمل كل الشغل. فأول شيء اللي فيني أقوله أنه الشخص بأي مجال يكون موجود فيه يعرف أول شيء أنه كيف يسوق لنفسه، أنه كيف يعرف يبيع الصورة تاعيته أو المجال تبعه أو الخدمة تبعه قبل ما يكون عنده طبعاً الشركة التسويقية أو في مين يعمله البراندينج أو في مين يعمله الإعلان عبر السوشيال ميديا. صحيح التسويق أمر مهم، والتسويق الإلكتروني ربما نغتنم الفرصة لكي أشارك مع المتابعين بلاتفورم من جوجل وهي مهارات جوجل أو جوجل سكيلز التي ستجدون فيها دروس عديدة مجانية عن ديجيتال ماركتينج، عن يعني التسويق الإلكتروني، عن كيف تتحدثون مع الأشخاص، عن كيف تديرون المشروع، عن الكرياتيف ثينكين، كيف تفكر بطريقة إبداعية، يعني العديد من المهارات التي أنصحكم حقا بتعلمها. ستجدون الروابط في صندوق الوصف، وأيضا ستجدون روابط حسابات سارة على الانستغرام على اليوتيوب وحسابي على الانستغرام. اغتنم الفرصة ايضا لاخبركم انني انا وسارة سنقوم بعمل لايف على الانستغرام حيث سنجيب على اسئلتكم التي ربما لم نجيب عنها في هذا الفيديو، فادعوكم الى متابعتنا على حساباتنا في الانستغرام التي تظهر في اسفل الشاشة. طيب سارة بالنسبة لك هل الفكرة اهم من التطبيق او العكس؟ ما هو رأيك في الموضوع؟ أكيد أنا بعتبر أنه التطبيق أهم من الفكرة. ليش؟ لأنه سهل الواحد يطلع بفكرة يطورها يفكر فيها يكتب رؤوس أقلام يكتب مخطط لهذه الفكرة ويضل يفكر فيها، أما لما يجي لوقت التطبيق هو هذا الصعب. يعني جدا سهل الواحد مثلا يأخذ كورس يتعلم مادة يحفظ يقرأ يشوف المعلومات فعلا ويقراهن ويقول أوكي سهل هذا ويتعلمهن، بس لما يجي لناحية التطبيق حيلاقي في صعوبة من شيء معين. مثلا الطبيب في يتعلم المادة كلها وفوت باختصاصه وكل سنين قضيها بالجامعة، بس إذا فعلا ما أجا وعمل هالتطبيق والتمرين اللي هو بيتطلب أنه هو شخصيا يكون موجود عم بيطبق المعلومات ما رح فيكون هالطبيب يلي شاطر باختصاصه إذا بس كان مبني على فقط قراءة المعلومات. هلأ ممكن بعض الأفكار بعض الأشخاص تفكر أنه ما رح تطبق إلا لما تكون الفكرة 100% ضابطة وتكون perfect تكون كاملة. خليني أقول شيء، إذا مننبش نحن على معنى كلمة perfect بالقاموس، إذا بقى نشوف شو يعني معنى كلمة perfect، هي المرحلة اللي منوصلها يلي ما بقى في مجال للتحسن، يعني نوصل خلص لمرحلة الكمال يلي بطل في مجال للتحسن. فإذا كان حدا هلأ عم بفكر أنه ما رح بلش المشروع إلا ما يكون كل شيء perfect كل شيء محسوب على النقطة وعلى الحرف، ما كتير تحسبوها لهالدرجة. إذا في هلأ فكرة بلشوها دغري، لأن لما تبلشوا حتكونوا عم تتعلموا الخبرة والتطبيق رح يعلمنا نشوف إنه كيف فينا نحسن شو بعد فينا نحسن. نصيحة بهيدا الجواب اللي حابة أعطيه إنه إذا في فكرة حاسينها شوي ناقصة أو منا كتير perfect مش مشكلة، حتجي الأفكار يمكن تغيروا رأيكم، يمكن يجي تتغير الفكرة كلها من لما تبلشوا تطبقوا. طيب سارة سؤال الأخير الذي سأطرحه عليك هو من أين أبدأ؟ ما هي الخطوة الأولى إذا كانت لدي فكرة كيف أبدأ في التطبيق؟ إذا كان الشخص مبتدئ هلأ بأي مجال أو بأي مرحلة، أول شيء اللي دايماً بنصحه بقول لأي شخص هلأ عم يبدأ مشروع يحضر حاله نفسياً لأنه يتوقع كل شيء.
بمعنى مش أن يكون متشائم أبدا، بس دائما يكون عم بتأمل بالإجابة وبالمنيح بالنتيجة الإيجابية، بس نفس الوقت يكون واقعي ويكون عم بتوقع معقول تكون صار في عقبات، صار في صعوبات، صار في شيء. يعني صح أنا ماشي بلان A بس خليني أحط يمكن في بلان B إلا ما تجي بناء على الطريق. أنا يمكن بكون مخطط لهالشهر، لنفترض عم باخذ مثل إنه أوصل 10,000 متابع هذا الشهر على إنستغرام، بس يمكن 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 هذا الشهر لا سمح الله أنا صار معي شيء، مرضت، صار معي شيء، راح الانترنت، او يمكن ما بعرف صار شيء معي وما قدرت اعمل بوستنج على الانستغرام، بالتالي اخر لي انه مشوار لحتى اوصل 10,000 متابع. فبالتالي هيدا الشيء صار الهدف انه لهيدا الشهر، صار لشهر الجاي، يمكن اجل اسبوعين او ثلاثه. فالفكره هي انه الواحد يكون نفسيا وعقليا محضر حاله انه عندي هدف، خليني دائما اتوقع وافكر ايجابيا وافكر بطريقه انه راح اوصل للهدف لو شو ما صار، بس كون واقعي حسب قدراتي. مش غلط نحلم بس كمان كون واقعيين. بنفس الوقت لكل شخص مبتدئ نصيحتي له هو انه ما يسمع المحيط تبعه او الكلمات اللي حواليه. بعرف جدا صعب اوقات لما نبلش مشروع، خاصة اذا كان اول مشروع، لان اذا كان في حدا ما عم يلاقي التشجيع من اصحابه من عائلته او من اللي هو كان متوقعه، كمان ما كتير ياخدوا بالكلام. بعرف هذه المرحلة صعبة يلي فيني اقول انا فيني يعني بعرف قديش هالإحساس، شو فينا نحس بهالمحل إنه لما واحد يكون بلش مشروع الأشخاص التانية ما بتكون قامنة بفكرته، ما تكون مصدق هذا الشخص عم يبدأ بالمشروع. بس بالأول فيني قلكن وقلتها بإحدى البوستات عندي على الإنستغرام، بالبداية على طول الواحد بيكون عم بزقف لوحده، يعني اعتبره كأن إيد واحدة عم بتزقف. بس لما توصل للمرحلة بلشت تنجحوا فيها وتوصل لمرحلة إنه عم بتشوفوا نتيجة، حتلاقوا الكل عم بزقف لكم. فبالبداية أنت رح تكون دعم لنفسك، أنت حتكون عم تشجع نفسك. إذا في حكي سلبي حواليكم جربوا تجاهلوا قد ما فيكم. إذا كان في، بس الفرق إنه انتقاد بناء، بمعنى إذا كان حدا عم بيعطيكم نصيحة بإنه مشان واحد يتحسن، يمكن مثلا نوع المحتوى، يمكن مثلا إنه الفيديو فيه يتحسن الصوت، الشكل، الصورة أو شيء معين، هيدا بيفرق عن إنه لما الواحد يقول ممكن الأشخاص تسمع حكي إنه لا هذا المشروع فاشل، هذا المشروع ما له عازة، اللي عم تعمله تضيع وقت. فالنصيحة هي إنه الواحد فعلا يكون محضر حاله نفسيا ويكون عنده التركيز الكامل باتجاه هدفه. بعرف صعبة بالبداية بس صدقوني في إلها مكافأة كبيرة بالآخر، اللي هي إنه الواحد لما يوصل لنتيجته رح يلاقي قديش فعلا 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 تركيزه لوين وصلوا. فلكل شخص مبتدئ فعلا بتمنى من كل قلبي انه يكون تركيز عندكم اياه. اذا ما لقيتوا حدا يشجعكم انا هون رح اشجعكم، لانه بعرف قديش التشجيع بيلعب دور مهم، وبعرف الواحد لما يشجع نفسه قديش بعد اهم واقوى، وهذا الشيء اللي بخليها نقوى اكثر واكثر واكثر بكل مرحله عم نقطع فيها. شكرا سارة. قبل أن نختم معك لتأخذ بكم أصدقائي عن مشروعين كنت بدأتهم منذ الأول منذ 5 سنوات والثاني في سنة 2019. الأول كان عبارة عن محل هدايا إلكتروني حيث كنا نقوم أنا وأختي بتصنيع الهدايا يدويا، أما المشروع الثاني وهو تصنيع حقائب للنساء. سأترك لكم حسابات الإنستغرام على في صندوق التعليق. أيضا أذكركم بالاشتراك في حساب سارة على اليوتيوب لأنكم ستستفيدون كثيرا على الإنستغرام وأن تتابعونا على الإنستغرام. سارة، آخر نصيحة ربما تعطيها لمتابعينا اليوم؟ آخر نصيحة هي اللي عطول بقولها take action. يعني حاليا إذا كان أي حدا من الأشخاص عم بتابع هذا الفيديو وحضرت هالمقابلة، نصيحتي الوحيدة هي take action. إذا بعد ما أخذتوا أول خطوة خذوها هلأ، إذا بعد ما فكرتوا بالفكرة فكروا فيها هلأ، إذا بعد ما أنجزتوا شيء انجزوها هلأ. الوقت عم بيركض فينا، صح نحن صرنا فترة قديش قاعدين بالبيوت صرنا، بس قديش مر الوقت نفس الوقت على السريع. صح قاعدين بالبيت يمكن في منا حس الوقت بطيء، بس بهالشهرين بهالأيام اللي قطعنا فيهم كان في كتير ممكن ننجزه وكتير إشي ممكن نعملها. فإذا بعد لهلأ ما عملتوا شيء، ما أخذتوا أول خطوة، خدوها هلأ قبل ما يفوت الأوان. فتيك أكشن، هذه هي آخر نصيحة لإلي، وشكرا كتير كتير لهذه المقابلة، وبتمنى كنوا استمتعتوا من الأجوبة اللي عطيتها. بتمنى كل المشاهدين استوحوا شوي من الطاقة أو من الأفكار اللي عطيتها اليوم قد ما فينا اللي أنا موجودة عندي من خلال خبرتي. شكرا كتير إليك نور. شكرا سارة، شكرا لكل من شاهد هذا الفيديو، أتمنى أنكم كنتم استفدتم. أخبرونا في التعليقات ما رأيكم في هذا الفيديو، وأيضا لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو على الفيسبوك مع أصدقائكم، على الإنستغرام، واتساب، وأرسلوه لكل من تعرفونه. أراكم في الفيديوهات المقبلة.